السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بكم. نواصل معكم برلمان الشعب مباشرة على شدة، مباشرة من مدينة الدار البيضاء واستوديوهاتنا الرئيسية. يلا كيف ما تتعرفوا، البارح والبارح اثنين وثلاث كنا حلقة دوزناها من إقليم قلعة الصراغنة، وحلقة دوزناها من إقليم بني ملال. الحلقة اللي دوزناها من إقليم قلعة الصراغنة كانت يوم الاثنين بخصوص جماعة الوناسدة، كيف ما تبعتوها، وكان معنا الرئيس ديال المجلس الجماعي الوناسدة في جولة تمايا بعد ما تلقينا العديد من الشكايات من المنطقة. الأولاد لا دوار السعيسة، لا دوار أهل الإعلام ولا أولاد الإعلام، شي حاجة بحال هكا، الغلام، مهم العديد من الدواوير تمايا. تلقينا منهم شكايات بخصوص الطرقات، بخصوص المسالك الطرقية، بخصوص ما يهم البنية التحتية والحقوق اللي تدخل ضمن الحقوق الدستورية للمواطنين. على أي لوناس دا سنجمل الكلام ونختصر الكلام. لوناس دا ودرنا الجولة مع الرئيس كيف ما تبعته، نقدر نقول لكم بأن الرئيس خدام، ومن خلال ما عيناه على أرض الواقع تبان المجهود. المركز على مستوى المركز مزيان، الشارع كبير، قودروني، تروطوار فيه زليج، الإكليراج على مستوى الشارع من اللي تدخل لوناس دا يعني مزيان، دوك البطوات من الطراز الرافع الأنيقين الجميلين كاينين تمايا، على مستوى المقر ديال الجامعة رائع، مبني بطريقة رائعة، معلم مدينية الجامع كما تابعتو، جامع كبير واعر مبني مزيان بالجردة ديالو، رائع ورائع جدا. مركز سوسيو رياضي، مركز نسوي، دار الشباب لقيناها تترمم ولقينا فيها الأشغال، مع العلم أن الزيارة مفاجئة. دار الطالبة، ترونسبور سكولير ديال دار الطالبة اللي تدي البنيتات وتجيبهم. على أين المشكل اللي كاين تمايا هو هذيك الطريق الرئيسية تتوصل لواحد المنطقة، بعض الدواوير وتضياق ومكرفسة. فكيف ما سمعتوا الرئيس ديال الوناس دا واعد بأنه راه غادي يصوبها، تقول لك المشكل اللي كاين هو أنه غادي ما لأنه خاصة تكون 15 متر، قال لك حنا ما عندنا ما نديرو لأن كاينين شي ناس ما 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 ما, ما تقدرش تجي تريب ليه دارو باش توسع الطريق، وهو اصلا ما يبغيش تقيس ليه حتى 20 سنتيمتر في الدار ديالو. ماشي مشكل، قال لك حنا اللي غادي نديرو تنحاولوا ما امكن ان الطريق اللي غادي البلاصه اللي ممكن نوسعوا فيها الطريق غادي نوسعوا فيها الطريق وتقدرونا وتكون مزيانه، والبلاصه اللي ما نقدروش نوسعوا فيها الطريق غادي نقادوها وتكون مزيانه، مهم صالحه للسير والجولان مزيان. الشبكه الطرقيه اللي تتوصل للدواور اغلبها ما يقارب 80% قودروني بالبيكوش، حتى ان الرئيس ودرنا جوله على جوج ديال المدارات. عرفتوا شنو هما المدارات؟ دوك المدارات الطرقيه اللي تتكون في الجنب فرعيه، بحالاش بحال مثلا بحال حنا نهجنا هاد السياسه نهجات هنا في مدينه الدار البيضاء، تيكون الاختناق على المركز، تيكون الاختناق على الشوارع الكبيره في مدينه الدار البيضاء، فارتعوا انهم يديروا مدارات على محيط الدار البيضاء كوم كوا باش الناس يوليو تفرق شويه لا سيركولاسيون، ما يكونش الضغط الوسط. هاد الشيء فكر فيه الرئيس ديال الوناس ده وداروا، ومشيت انا في دوك جوج مدارات اللي شفتهم ودس بهم بالطوموبيل، هو انه دارهم على جنب باش الناس بحال دابا مثلا للناس اللي جايين من 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 اللي جايين من ولاد القرن مثلا، ومن الداخل ديال ولاد القرن كاينه واحد الطريق اللي غادي تدورهم على 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 الوناس ده وتخرجهم في الطريق الرئيسيه. مزيانه هاد المدار هادي تتجنب انه يكون الاكتضاض على مستوى الشارع الرئيسي اللي كاين وصل الوناس ده. كاين جوج ديال المدارات دارهم في الجنب وكلهم بالبيكوش، هذه جميله، هذه نصفق لها. ملي تلقى رئيس يفكر انه يدير محاور طرقيه فرعيه باش يفك الضغط ويخفف الضغط على الشارع الرئيسي ديال الجماعه، هذا في حد ذاته تفكير جيد وجميل. اذا غروسا مودو كما تنقولوا الرئيس ديال الوناس ده لقينا الاشتغال، التغطيه بالماء والكهرباء
قريبه تقريبا 100%، 98 99% ديال التغطيه ديال الماء والكهرباء. المشكل اللي كاين، كاين المشكل ديال الريزو، شي دواوير مشينا لهم ما واصلهمش الريزو. اذا كيف ما سمعتوا الرئيس اكد بانه ادرجت في الدوره، وانا عندي البرنامج وها هو صورته ملي مشيت معاه للبيرو، صورته اتسمحوا لي في دقيقه نجبد البرنامج وتسمعوا النقط المدرجه، من بيناتها النقط ديال الريزو اللي تيشكو منه الناس ديال شي دواوير في الوناس دا. اذا اسمحوا لي دقيقه بسرعه. الوناس دا دائما يلا ها هي تنظن هي هادي. مهم على اي صورتهم هنايا، صورت البرنامج ديال الجماعه، البرنامج اللي فيه ادراج النقطه ديال الريزو. راه عندي فوالا ها هي. اذا عندنا هنا جدول الاعمال دوره فبراير العاديه 2019، يعني صافي ديك الدوره الاخرى اللي دارت 6 في شهر جوج في هذا الشهر هذا. من النقط هي الوناس دا، جماعه الوناس دا في 1/15/2019 موقعة من طرف، كيف ما تشوفها موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي السي الخصيم ديال الوناس دا، رئيس المجلس الجماعي الوناس دا اللي جا في اقليم قلعة السراغنة، هي موقعة ومكاشية. النقط المدرجة في الدورة، دراسة وضعية شبكة وصبيب الانترنت بتراب الجماعة، دراسة وضعية شبكة وضعية شبكة والانترنت بالجماعة، صافي دير الريزو برمجوها، وهي هي النقطة الأولى في البرنامج ديال الدورة. كذلك المسجد العتيق، المسجد العتيق بجماعة الوناس دا، كذلك توظيف ممرضة اللي قال لنا الرئيس ها هي مدرجة في البرنامج ديال الدورة، طلب توظيف ممرضة واللي قال لنا وغادي تبدا تخلص الجماعه باش تكون الامكانيه ديال الولوج الى التطبيب كحق دستوري. دراسه اتفاقيه شراكه مع دار الطالبه بقلعه السراغنه، واشياء اخرى تهم فصول الميزانيه وتحويل بعض فصول الميزانيه وتحيين الهيكل التنظيمي للمصالح الاداريه للجماعه الى اخره. إذن هذا البرنامج ديال الدورة الأخرى ديال جماعة الوناس دا. كما قال الرئيس مشينا طلعنا البيرو ملي سالينا الحلقة، وطلعت عنده البيرو وقلت لي نشوف الوثائق، وتا هو طلب مني نشوف الوثائق وشفت. وبالفعل في البرنامج ديال الدورة الأخيرة لقينا المصادقة، لأن من المشاكل الكبيرة ديال الناس ديال الوناس دا بعض الدواوير اللي كاينة بعيدة على السونتر عندهم مشكل ديال الريزو. ها هو مبرمج النقطة ديال الريزو ضمن الدورة، برمجها. والاكثر من ذلك بانه حضر فاعل من الشركات الفاعله في الشبكه اللي تكلموا معه على اساس انه الناس يتمتعوا بحقهم في الريزو. وباقي المشاكل الاخرى مثلا الشواهد والرخص ديال البني، فقال لك انا ما يمكنش نتجاوز القانون، لان كاين قانون يلزمني انا كرئيس ان الناس يلتزموا بالبلان ويلتزموا بالتصميم ويلتزموا بهذه الامور، ومرحبا ما كاينش مشكل، احنا اللي نلتزم نعطيو الرخصه ما عندناش مشكل في اطار محاربه السكن العشوائي. يلا الله يصوب الله يوفق الوناس ذاك جماعه تزحف وغاده مزيان، نعاونوها نساهموا والله يوفق السيد الرئيس الخصيم بجماعه الوناس ذا. انتقلنا من بعد الجماعة سمقط ايت الروادي، ومشينا تحديدا لايت الروادي، دوار ايت الروادي. جماعة سمقط بعد قليل ان شاء الله بعد الفاصل غادي يكون معنا الرئيس اللي غادي يدير التعقيب والرد على كل ما رايناه هناك واللي شفناه، غادي يجاوبنا على كل نقطة بالتفصيل. من بين النقط اللي غادي نتكلم عليها انا دابا هو لقينا المدرسة، المدرسة اللي هي مركزية، ها مركزية، لقينا وسطها واحد الحجرة دراسية كبيرة شوية قديمة، سدوها ما تقراوش فيها، تتريب تطيح، نعاودوا نكرروها ونقولوها تطيح تتريب قديمة. فين جات؟ وسط المدرسة، وسط المركزية. كاين السور، السور راه كاين،
المركزية ديربي هالصور مزيان. الحجرات اللي تتريب، الحجرة اللي تتريب كاينة الوسط. الوليدات فوقيت استراحة فين تلعبوا؟ تلعبوا في الساحة اللي هي الوسط. اش كاين في الساحة؟ كاين ديك الحجرة القديمة اللي تطيح. سا فو دير ممكن غدا ولا بعد غدا يطيح السور، يموت الولاد يتبغجوا بهذا المصطلح الدارجي، يتبغجوا. ايوا ديك الساعة نقلبوا نحدوا المسؤوليات. حنا مشينا تنتكلموا على الوضع. يا سلام اش طرالينا، يا سلام. شي وحدين على اساس انه مسؤول تيهز التليفون وتي خايف تيسول واش صورتو، واش صور، واش همك غير واش صورنا، همك غير واش عندنا اذن ولا ما عندناش اذن باش دخلنا المؤسسه، همك غير 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 لا ما عندكمش الحق تدخلوا. هذا هو المشكل الكبير في البلاد، هذا هو المشكل، هو التصوير واش صورتي ولا لا. انا ماشي مواطن وانا ماشي، انا صحفي، انا صحافي يا عباد الله. انا عندي لاكارت بروفيسيونيل سينا فيها وزاره وزير على قدو تعينو جلاله الملك اللي وضع فيه الثقه. تالين تنبقاو نعيشوا هذا المخاض العسير، هذا تالين تنبقاو في هذا النوع من العصف الرويضه. انا تنشوف الشيء عصف الرويضه. واش عباد الله حجره غادي تطيح غادي تقتل؟ عباد الله كاين وضع يهدد حياه الوليدات. واحد تيقلب لي على الرخصه، واحد تيقلب لي على الاذن، واحد تيقلب لي واش صورتي ولا ما صورتيش، والناس يقدروا يموتوا في اي لحظه. جاي انا نتكلم على مشكل باش يتفك المشكل، باش نحقنوا الدماء ونحقنوا الارواح ديال عباد الله، وواحد تيتكلم لي على الرخصه وتيتكلم لي على الاذن وما عندكش الاذن والقانون يقول ولا. هادي فين دخلت انا للتكنه العسكريه؟ فين دخلت؟ دخلت شي حاجه اللي عندها تدخل في لي سكريديتا؟ ابدا، حنا عارفين. دخلت مؤسسه عموميه صاحبي ولا مركز استشفاعي؟ فين هو لو سكري؟ فين هو السر؟ فين هو اللي كاين في السبيطار ولا اللي كاين في ولا اللي كاين في المدرسه؟ فين هو؟ فين هو؟ قولوا لينا فين هو المشكل اللي ما خصوش يتقال. قول لي فين هو المشكل اللي يمنعني انني ندخل السبيطار وندخل كصحفي نمارس الخدمه ديالي؟ علاش علاش شي وحدين فيكم تيبغيو يعرقلوا لينا العمل ديالنا الصحفي؟ علاش؟ ومن هذا الباب تحيه كبيره جدا، تحية كبيرة جدا للمدير الجهوي للأكاديمية الجهوية، تحية كبيرة جدا للمدير ديال الأكاديمية الجهوية بني منال الخنيفرة، سيد المدير الجهوي للأكاديمية الجهوية. اسمعني واسمعني الوزير واسمعني أي مسؤول في البلاد، هذا الراجل هذا برافو عليه، وهذا الراجل هذا نرفع له القبعة. والله في هذا البرنامج لا نحق إلا الحق، انتهى الكلام، لا يهمنا احد. هذا الراجل مدير ديال الاكاديميه الجهويه بني منال الخنيفره نرفع له القبعه ونشكره ونشد بيده بحراره ونقول هذه يطينه المسؤولين اللي باغين، ونقول هذو هما المسؤولين اللي تخدموا الوطن، وهذو هما المسؤولين اللي عندهم حس المسؤوليه، وهذو هما المسؤولين اللي باغين يزيدوا بالبلاد القدام وعندهم غيره على القطاع وعلى البلاد وليدات البلاد، هما هادو. شكرا لك والف شكر لك المدير ديال الاكاديميه الجهويه للتربيه والتعليم بني ملال خنيفره. علاش؟ لانه ملي دوزنا البرنامج بالديريكت وتكلمنا على ديك الحجره اللي غادي تطيح في المدرسه في المركزيه ديال ايس الرواضي وتتهدد سلامه الوليدات، والحجر كبير الى طاح عليهم غادي يبغجهم يا عباد الله، غادي يبغجهم. تفاعل معنا بشكل مباشر بعد البرنامج السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، وتفاعل بشكل إيجابي في الحين، وقال لا علم لي أنا بهذا الأمر، لأن عنده ما يقارب 2000 ولا 1500 مؤسسة تعليمية اللي كاينة في الجهة وما يزيد. فأعطى الأوامر وهز التليفون وعيط للمدير الإقليمي وعيط للناس وعيط للمسؤولين، وغادي وعد هو باش يدير زيارة إلى المنطقة، وحرك ما لم يتحرك منذ زمن، وحرك المياه الراكدة السيد المدير الجهوي ديال التربية والتعليم بابن منال الخنيفرة، وتفاعل بشكل إيجابي. والأكثر من ذلك شكرنا، شكرنا
قال لك شكرا لكم، شكرا لكم وريتونا واحد الواقع، شكرا لكم ودرتوا خبرتونا بمشكل يقدر يقتل لنا الوليدات، ساهمتوا في اننا نفك مشكل يهدد وليدات الناس ديال ايت الرواضي. تفاعل معنا بشكل ايجابي وشكرنا وعاود شكرنا وعاود شكرنا وعاود شكرنا. سيد المدير ديال الاكاديميه الجهويه للتعليم بني ملال الخنيفره، في حين مسؤول واحد اخر تيهز التليفون تيقول لي وصورتي وصورتي حيط غادي يطيح، حجره على قد غادي تطيح، غادي تقتل الوليدات اللي تلعبوا وحدها، وانت همك غير وصورت، وهمك غير العيدن، وهمك علاش دخلتي بلا عيدن، شنو همك؟ شي تعصب، انا شي عرفتي عصبني، لان قاطعين كيلومترات عباد الله، قاطعين 300 400 كيلومتر وتنضربوا في الجبالات، ولو ريسك واش شي باش يجي واحد ويوقفك ويقول لك لا مع الاذن، في حين اننا داخل مؤسسه عموميه اللي تبنات فلوس الشعب، وانت تتخلص فلوس الشعب، والوليدات اللي تقراو تما ولادات الشعب، وحنا صحافه وحنا منابر اعلاميه عندنا ترخيص من الدوله على اساس نمارسوا، والفصل والدستور والملك واتجاه الملك وكل شيء ينص على حريه التعبير، وينص على اننا نرقاو بالاعلام في اطار حريه التعبير. جيت تدي لي العصا في الرويضه. هذا الفاصل نواصل على شد اف ام. نعود ونواصل معكم برلمان الشعب، ونواصل دائما جماعه سمقت ايت الرواضي اللي مشينا لها، اقليم بني ملال بعيد على قصبه تادله تقريبا بواحد ربما 25 30 كيلومتر على اي. يلا الله يصوب، تعاونوا معنا تعاونوا معنا عافاكم، حنا تنعرفوا حنا انا بالله عليكم كاين مشكل، كاين مشكل تيشكيو منه الناس، مشينا باش نشوفوا على ارض الواقع شنو كاين، واش الناس تيشكيو بالصدق ولا تيكذبوا علينا. ملي تنمشيو تلقاو بعض المؤسسه تقول لبعض، ماشي كلشي، اما كاين اللي الباب مفتوح تقول لك مرحبا ما عندنا ما نخبيو. هذه سياسه عموميه عباد الله، هذا تدبير شأن محلي. اشنو تخبي؟ اشنو غادي تخبي؟ علاش غادي توقفني؟ علاش غادي تبدا تدخل ليا في الحيتيات اللي لا تساهم بتاتا بتاتا في مزاولة مهنة الصحافة؟ لا حقك الرخصة، لا حق الإذن، لا واش خبرتي، لا رخص هادي، لا ما تنصوروش، ما جايبين كاميرامان، ما تنصورو بورطابلات ما والو، دايز راديو اوديو مباشر. التصوير راه عندنا الرخص ديال التصوير من المركز السينمائي المغربي، الا بغينا نصوروا غادي نجيبوها معنا. وفوق هذا وذاك عباد الله، انا صحافي والاخر صحافي والاخر صحافي، نحن صحافه، نحن سلطه رابعه، حنا عندنا لا كارت بروفيسيونيل، ها هي في الجيب ديالي لا كارت بروفيسيونيل، مسيني فيها السيد الوزير الذي يعين من طرف جلاله الملك ويحظى بثقه الملك. واش هادشي كلشي لا يشفع في اننا ننزلوا خدمتنا؟ لا يشفع لا كارت بروفيسيونيل، لا تشفع، لا تشفع للتوقيع ديال السيد الوزير، لا يشفع الذي يحظى بثقه الملك. وحنا الاذاعات الخاصه علاش؟ شكون اللي دارنا؟ شكون اللي عطى الفوفير انهم يديروا من غير الملك؟ اعلى سلطه في البلاد ارادت ان تفتح الاعلام، اعلى سلطه في البلاد أرادت من الإعلام ألا يبقى حكرا على الدولة في إطار حرية التعبير، في إطار حرية التعبير وفي إطار استقلالية الرأي. هذه إرادة ملكية، تقول لي الإذن باش ندخل أنا المدرسة نشوفها، باش ندخل المستوصف، باش ندخل السبيطار، تقول لي الإذن. الملك قال لك انفتح الاعلام في اطار حريه التعبير، انفتح الاعلام ما يبقاش حكر على الدوله. الملك اللي عطى الفوفير باش انه يداروا اذاعات خاصه، ودار لنا على راسنا مؤسسه كبيره سميتها الهيئه العليا للسمع البصري الهاكا، وتعين اعضاء جلاله الملك. اش هادشي كلشي لا يشفع عند مسؤول معين يقول لك لا حقه علاش دخلتي؟ كيفاش علاش دخلت صاحبي؟ كيفاش علاش دخلت؟ كيفاش علاش دخلت انا صحافي؟ اه صاحبي انا صحافي، واش فهمتي ما معنى صحافي ولا لا؟
واش هاد لاكارت بروفيسيونيل اللي عندي من طرف الحكومه سيني فيها وزير لا تسمن ولا تغني من جوع؟ غريب وخاصة ملي تتعرفوا الصحفي ولا المنبر اللي جاي ولا البرنامج لا يصف في حسابات، لا يخدم الأجندة، لا يوالي أحدا، عارفين بزاف ديال الأمور حول البرنامج برلمان الشعب وعبدو ربي، ورغم ذلك ما تتفتحوش لنا البلاد بباب ما تنقولش كل شيء تنقول البعض. بالله عليكم دابا أنا غادي مثلا غادي نمشي غادي ندير حلقة من شي جماعة معينة من شي بلاصة معينة، يلا عطيونا المنطق ديالكم ديال شي وحدين فيكم. انا غادي نمشي ندير دابا حلقه من شي بلاصه، عندي تقريبا كل ما يرتبط بشؤون المواطن خصني نتكلم عليها، نتكلم على الصحه ونتكلم على التعليم ونتكلم على القدرون ونتكلم على الماء ونتكلم على الضوء وغادي نتكلم على دار الطالبه ونتكلم على دار الشباب وغادي نتكلم على كلشي هاد الامور ونتكلم على ملاعب القر ونتكلم على كلشي هاد الامور هذه. واخا دابا انا غادي خصني رخصة من العمالة إلا كنت نهضر على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصني رخصة من عند رئيس الجماعة اللي غدا نهضر على الماء ونهضر على الطريق ونهضر على هادشي، خصني رخصة من وزارة البيئة من اللي غادي نهضر أنا على البيئة، خصني رخصة ديال وزارة الصحة من اللي نهضر على المستوصف ولا المركز الصحي، خصني رخصة ديال وزارة التربية والتعليم من اللي غادي نهضر على التعليم والمؤسسات التعليمية في المنطقة اللي غادي نزورها، خصني رخصة على 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 من طرف المديرية العامة للأمن الوطني ولا القيادة العليا للدرك الملكي من اللي غادي نهضر على الأمن اللي غنمشي ليه في المنطقة، خصني سبعة ولا ثمانية ديال الرخص نقلب عليها ونجري عليها ونطلع عليها ونهبط عليها باش نمشي ندير انا خدمتي شهرين باش ندير منطقه واحده ولا شهر الا خرجوا لي في شهر. اش هاد التخربيق هذا؟ راه تنعاني وحنا انا تنتكلم بهذه الحرقه لانني تنعاني في تنقلاتي وما اعتبر ذلك الا ماشي انصياع للقانون ابدا. انا تنشوفه هو تحجيم للعمل الصحفي وتنشوف العصا في الرويضه. انا داخل مؤسسه عموميه تبنات فلوس الشعب وتدير مصلحه عموميه ما تديرش مصلحه اخرى. اش عندك ما تخبي في المركز الصحي يا صاحبي؟ علاش ما تقولش لي مرحبا واهلا وسهلا واللي كاين قولوا لي وخليني اللي كاين نشوفوا نقلوا بكل نزاهه؟ علاش داخل المدرسه اشنو كاين ما يتخبى في المدرسه؟ انا ما داخلش لتكنة عسكرية تقول لي الاذن، انا ما داخلش الكوميسارية تقول لي الاذن، انا ما داخلش الدارك الملكي تقول لي الاذن، انا ما داخلش لشي اشياء اللي تدخل في اسرار الدولة والتهديد تقدر تهدد الامن القومي وشي حاجة بحالك ابدا. انا داخل مؤسسة مدرسة مركز حشومة صحفي يا عباد الله، صحفي والجم. اذا كان الصحفي يلجم في الولوج الى المؤسسات العموميه فكيف بالمواطن؟ ياك الدستور نص على ان للمواطن الحق في الولوج الى المعلومه فيما يخص تدبير شانه، ياك ولا لا المواطن فكيف بنحن الصحفيين وصحفيين مهنيين ومعترفه بنا الدوله وتنمارسوا هذه المهنه ما يقارب 14 سنه. حشومة وتنقطعوا الكيلومترات وتنتعبوا في أجسادنا وتنعياو وتنخلوا وليداتنا من أجل هم المواطن ومن أجل هذا الوطن وباش نفكوا المشاكل ديال هذا الوطن لا أقل ولا أكثر. ويهز واحد تليفون ويقول لك وصورتي، هو عنده الصور غادي يطيح غادي يقتل عباد الله، هو تهمها وصورتي. الله المستعان. تحية السيد المدير الجهوي للتربية والتعليم. من المدير ماله؟ هو المدير أكبر سلطة ديال التعليم تما في الجهة، يلا أكبر سلطة ديال التابعة لوزارة التعليم، المدير الجهوي ديال الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم جهة بني ملال الخنيفرة، ماله ما هز التليفون وقال لي وصورتي ولا ما صورتيش؟ عندك إذن ولا ما عندكش؟ ما خبرتينا؟ ما قال والو، شكرنا والله العظيم شكرنا. شكرنا لأننا نقلنا الواقع اللي ما كانش في راسه، شكرنا لأننا أردنا أن نغير واقع يقض المضجع، واقع يهدد سلامة الوليدات في المركزية ديال أيس الرواضي. سيد المدير شكرا لك، شكرا لك.
سيد المدير ديال الأكاديمية الجهوية للتعليم والتربية جهة بني ملال خنيفرة، تعامل معنا بمهنية وتعامل معنا بمسؤولية وتعامل معنا بإيجابية. في إطار ماذا؟ في إطار تدبير الشأن المحلي. في إطار ماذا؟ في إطار مصلحة البلاد والعباد. فين هو المشكل؟ فين المشكل؟ أنا تنجري على قبل مصلحة البلاد والعباد صاحبي، راه تنجري وتنقطع في الطرقان وفي الجبال ولوريسك وما عرفت شنا هو، وبالليل وبالنهار، راه من أجل مصلحة البلاد والعباد، ولا نريد جزاء ولا شكورا. عاونونا الله يرحم بها الوالدين، عاونونا، رحنا الصحافة ولا ننتمي لأي دولة، ما احنا جزائريين، ما احنا من البوليزاريو، ما احنا صبليونيين، ما احنا كولومبيين، ما احنا احنا مغاربة أولاد هذا الوطن، عندنا نزاهة، عندنا ضمير، عندنا كبدة على هذا الوطن، تنجريو من أجل فك مشاكله، تنجريو من أجل الرقي به، تنجريو جنود مجندين وراء جلالة الملك لنعالج ما يمكن معالجته. ايوا نزيدكم، ها هو السور راه تيريبو فيه، هيا ديك الحجره راه تتريب دابا، جات اللجنه البارح وجات اللجنه اليوم، ورا دابا في هاد اللحظه راه تيريبو فيه. يلا شكون المستافد؟ قولوا لي شكون المستافد؟ قول لي شكون المستافد؟ المسؤول اللي هزيتي التليفون تتقول لي وتسولني وتصورتي، قول لي دابا شكون اللي مستافد؟ انا جيت لكازا، شكون اللي مستافد دابا؟ الوليدات ديال ايس الرواضي، الشعب اللي مستافد، غادي تريب ديك الحجره وغادي يلقاو فين يلعبوا بلا تهديد يهددوا سلامتهم وارواحهم، شكون اللي مستافد؟ انا صافي قطعت الكيلومترات وضربت الطريق بالليل وبالنهار وضربت الجبال وجيت في حالاتي، ولكن شكون اللي غادي يستافد؟ هو ديك الساكنه اللي كاينه في ايس الرواضي، هما وليدات الرواضي. وهادشي علاش انا تكلمت بحرقه، لان داك السور وديك الحجره القديمه خصها تريب، ما يبقاوش يلعبوا حداها الوليدات، وجات وسط المركزيه. كنا على برا، جات وصل المركزيه. شكون اللي مستافد بالله عليك؟ هيا دابا تتريب، الحمد لله سمعوا النداء، والمدير الجهوي ديال الاكاديميه للتعليم جهه بني ملال وخنيفره تفاعل وعطى الاوامر، وهيا دابا تتريب في ظرف قياسي، البارح درنا الحلقه هيا اليوم تتريب. شكون اللي مستافد عباد الله؟ انا تعبت، انا عييت، جريت، قطعت الطرقان، جاي بالليل بوحدي في لوطوروت، وما انا هادشي اللي انا هادشي اللي استفدت انا هو هذا التعب والعيا، ودخلت لداري معطل وفيق اليوم جاي يدير الخدمه. علاش هادشي كامل؟ علاش؟ باش النازل ايس الرواضي يستافدوا من حقوقهم الدستوريه، باش الوطن يتقاد. خلونا نخدموا الله يرحم بها الوالدين، خلونا نخدموا الله يرحم بها الوالدين، راه نحن صحافه، راه نحن اكبر رمز لحريه التعبير في البلاد، وما حنا الا قمعتونا ولا درتوا لنا العصا في الرويده راه نكون نتخبط في الفراغ. راه الا قمعتونا درتوا لنا العصا في الرويده راه غادي تكون خطابه جلاله الملك في واد ونحن في واد. راه الا قمعتونا درتوا لنا العصا في الرويده راه الدستور راه لا يغني ولا يسمن من جوع، مجرد حبر على ورق. الا كنتوا ديروا لنا العراقيل، اتكلم على البعض ولا اتكلم على الكل، اما الاغلبيه تحل لنا البيبان. تحية. وغادي نقول لكم واحد القضية صادقا والله العظيم من خلال الجولات اللي تندير. عرفتي المساعدة اللي تلقى من الدرك الملكي والبوليس؟ يا الله. والله إلا البيبان مفتوحة من طرف الشرطة والدرك الملكي، والله العظيم أقولها صدقا، ما خليت تقول تقريبا. صدقا. إلا تلقى واحد المساعدة كبيرة والبيبان مفتوحة. حتى انهم يطالبون، تقول لك واش حسين صيفطوا معاك جوج ديال لي زيليمون يتبعوك، تقول لي لا ابدا، انا ما باغيش ندور وتابعيني البوليس، الناس يشوفوا تابعين البوليس، ابدا ما باغيش هاد الامور هادي، انا ولد الشعب صحفي جاي ندير خدمتي، انتهى الكلام، ما لا احتاج الى الشرطه. ولكن تعاملهم في مستوى كبير وتفتحوا البيبان في اطار عاش، يفهمون جيدا ويعون جيدا ما معنى الانتقال الديمقراطي اللي غاديين فيه. احنا غاديين في انتقال ديمقراطي يا صاحبي، اصاحبي راه غاديين في انتقال ديمقراطي، واش فهمتي ما معنى الانتقال الديمقراطي؟ وتجي انا كصحفي اللي عندي بطاقه مهنيه تتوقفني تتقول لي لا ما عندكش حق، خاص ترخيص، خاص الاذن، وسير قلب على الاذن،
باش ندير انا خدمتي في منطقه خاصني الاذن من الصحه، خاصني الاذن من التعليم، خاصني الاذن من البيئه، خاصني الاذن من الحوض المائي، خاصني الاذن من الوينو، خاصني الاذن مارت. كل مؤسسه تدبر واحد القطاع معين في واحد الجامعه معينه ولا في بلديه ولا مدينه معينه خاصني منها اذن. وسير سير بقى تقلب على 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 الاذن، بقى تقلب عليه. لا نريد البيروقراطيه، تنتمنى انها تحيد مع صاحب. حنا تنعرفوا التصوير وهذا الشيء، كاين قوانين كاين مسائل نلتزم بها، ورغم ذلك خاص تكون واحد الليونه في التعامل. رغم ذلك الا كنتو تتامنوا بما معنى الانتقال الديمقراطي، الا كنتو تتامنوا بما معنى حريه التعبير التي تضمنها الدستور، ولا كنتو تتامنوا بما معنى حريه الولوج الى المعلومه فيما يهم تدبير الشان المحلي للمواطن، فكيف بالصحفي؟ ولا كنتو تتفهموا ما معنى المقاربة التشاركية؟ ياك تتهضروا على المقاربة التشاركية في قطاع الصحة، تتهضروا على المقاربة التشاركية ولا لا؟ تتهضروا عليها. في قطاع التعليم تتهضروا على المقاربة التشاركية؟ تتهضروا عليها. في الأمن تتهضروا على المقاربة؟ تتهضروا عليها. فيما يهم البنية التحتية والمبادرة وكل شيء تتهضروا على المقاربة، كلكم تتهضروا على المقاربة، وكلنا تنهضروا على المقاربة التشاركية في التنمية المحلية. كلنا بدون استثناء، ما كاينش فيكم اللي ما تيهضرش على المقاربة وضرورة المقاربة التشاركية. كلكم تتخرجوا في تصاريح إعلامية عندنا وتتقولوا ضروري وحتمي تكون المقاربة التشاركية. إوا أنا ماشي مقاربة تشاركية كصحفي. تأسف، اسمحوا لي، لأن الغضب، ولأن لقيت أنا اللي خصني نمشي نخدم بحرية في بلادي في وطني، واحدين تخرجوا لي تخرجوا في عينيهم. ما داروا اعتبار انني قاطع كيلومترات وجاي من الدار البيضاء، ما داروا اعتبار التعب، ما داروا اعتبار المهنه ديالك، ما داروا اعتبار المؤسسه ديالك اللي تنتمي ليها، ما داروا اعتبار ديك لاكارت بروفيسيونيل اللي مسيني فيها وزيره عباد الله تحظى بثقه جلاله الملك، ما داروا اعتبار حتى شي حاجه. تخسر عليك جوج كلمات، ما عندكش حق. ما عنديش حق ندخل المستوصف عباد الله نشوف. تخيل معايا قاربة تشاركية، ما عنديش حق ندخل المؤسسة نشوف كيفاش فيها، اشنو فيها، واش فيها الطاولات ولا ما فيهاش. كصحفي كإعلامي بغيت الخبر. شكرا لك المدير ديال الأكاديمية الجهوية للتعليم جهة بني ملال الخنيفرة، شكرا لك، شكرا لك، وألف شكر لك، وألف شكر لك. تعاملتي معنا بطريقة إيجابية جدا وبمسؤولية، وشكرتينا على العمل. احنا خصنا نتعاونوا ماشي نتنافروا، الصحافة والمسؤول خصنا نتعاونوا، لأن كلنا عندنا هم واحد هو هذا الوطن. الله المستعان. غوت ياك اخويا المهدي، والله بدون شعور، بالله، والله بالله الا فيا البكيا دابا وحق الله العلي العظيم، اقسم برب الكعبه الا حابس الدموع، بالله. قطع 400 500 كيلومتر باش يجي واحد يقول لك لا ما عندكش حق، ما عندكش حق. وصحافي لا داعي، الا كنتي انا صحافي تجي تقول لي ما عنديش حق، ملي يجي مواطن يسول على المعلومه اش تقول ليه؟ اش تقول ليه؟ قاطعين كيلومترات عباد الله، راه فلوس تنخرجوا السيد المسؤول، راه فلوس، راه فلوس تخرج الاذاعه، راه فلوس، راه فيها الكاغبيغون وفيها لوطيل وفيها الاقامه وفيها بزاف ديال الامور باش ننقلوا المعلومه بصدق من الواقع من الميدان. فلوس تنخرجوها صاحبي، ناهيك على التعب، ناهيك على العياء. والله الا البارح الا داخل بالليل داري بالليل، لقيت المراه والبنيه ناعسين، باش يجي واحد يقول لك ما عندكش حق. مقاربة تشاركية قال لك. الله المستعان. واخا عطينا الرئيس ديال صمت.
أتأسف، سمحوا لي، سمحوا لي الله العظيم، لا سمحوا لي. بغينا الرقاو بهذه البلاد، بغينا الرقاو بهذه البلاد. الصحافة في العالم راه تتمشي لك الملفات الحساسة جدا وتتفضحها وتتكلم عليها وما كاينش اللي يقول لها تآلف. ما كاينش، ما بغينا الرقاو، بغينا الرقاو بهذه المينا، بغينا الرقاو بحرية التعبير، بغينا الرقاو. رانا اعتبر انفسنا وانا بعدا عبد ربي، انا راه اعتبر نفسي من موقعك صحفي من جنود هذا الوطن ومجند وراء جلالة الملك في الإصلاح وبناء الوطن والدولة. أنا هكذا أعتبر نفسي. كبدة بغيتو تشرقوها شرقوها، اللي بغى يشرقها يشرقها. تبقى فيك الحال، والله والله تبقى فيك الحال. قاطع كيلومترات بالليل وبالنهار والفيافي والصحراء والفلوس حتى تخسر فيها والصحة ديالك باش يجي واحد بكل بساطة يهز التليفون من البيرو ديالو يقول لك ما عندكش حق. ما عنديش حق انني نتكلم على مستوصف. تخيل معايا، تخيل معايا، ويهضر لك على حرية التعبير، ويهضر لك على الانتقال الديمقراطي، ويهضر لك على 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 المقاربة التشاركية. يا واش انا ما داخل، قولوا لينا يا مسؤولين، واش حنا داخلين في المقاربة التشاركية ولا لا؟ قولوها لينا، واش داخلين في المقاربة التشاركية من موقعك صحفي؟ لا نشهر بأحد، ما تنتكلموش على خصوصيات الشخص، ما تنسبوش، ما تنقذفوش، نحترم كرامة الأشخاص والمؤسسات، ننقل واقع الحال اللي تدخل في تدبير الشأن المحلي والعام. فين هو المشكل؟ أين هي المقاربة؟ فين هو إقحام صحافة في المقاربة التشاركية؟ إلا كنتي غادي تجي تقول لي ما عندكش حق. الصحافة في العالم عرفتي الملفات اللي اللي تتحلها وتتفتحها وتتناقشها وتتحاورها، راه ملفات راه تصل الى اكبر سلطة عندهم في البلاد، راه ملفات تصل الى الارمي والسلاح، وملفات توصل للمخابرات اي جهاز عندهم تفتحوا ملف ديالو ويناقشونه. حرية التعبير، احنا نقول نعم عندنا اشياء نحترمها، احنا فاهمين اشي، احنا الصحفيين فاهمين، فاهمين التكنة العسكرية، فاهمين الارمي، فاهمين الميزانيات، فاهمين شي امور، فاهمين ما تناقشوهاش. ولكن ملي تبغيت تمنعني على مركز صحي ومستوصف صحي نعرف اش طاري فيه، اسمح لي وبزاف كاع. وتمنعني على مؤسسة تعليمية نعرف شنو فيها، اسمح لي وبزاف. تأسف. السلام عليكم سيد الرئيس. وي أستاذ، السلام عليكم. كيف الحال؟ لاباس، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السيد الرئيس، رئيس جامعة صمقط إقليم بني ملال دائرة قصبة تادلة. السيد الرئيس، البارح كنا عندك في أيت الرواضي تحديدا ودرنا وشفنا واقع الحال، وبغيناك اليوم في إطار التعقيب والرد غادي نعطوك المسائل المهمة جدا، اشنو واقع، وتعطينا الجواب باش يكون هناك يعني الجواب الشافي والكافي للساكنة اللي تتنتظر الرد ديالكم سيد الرئيس. مرحبا استاذ، مرحبا. المهدي، الفاصل ولا نزيدوا شويه؟ شنو عندنا؟ نديروا الفاصل. سيد الرئيس بقى معنا، عندنا واحد الفاصل وغادي نرجعوا لك ان شاء الله. نعود ونواصل معكم برلمان الشعب مباشرة على الشدة. نواصل دائما مع صمقط، جماعة صمقط أيت الروادي، دور أيت الروادي اللي كنا فيه. قبل ما نواصل مع الرئيس، راه تيريبو دابا في السور، ووصلوني الصور ديال السور، ماشي السور، حجرة، عفوا حجرة دراسية قديمة كانت والساحة كما قلت اللي حركت. المهم على أيين ما نعاودوش الهضره، راه دابا تيريبو فيها. وصلوني الصور ديال التريال، السبت والحدا يجيبوا تراكس يحيدوا داكشي، نهار اثنين غادي يدخلوا الوليدات غادي يقراو، وما كاينش هيك عندهم الوسعه، وملي يخرجوا في الساحه غادي يلعبوا ويدوروا بخير وفي امان الله، ما كاين تهديد يقتلهم ما حتى شي حاجه. حنا تنهضروا على شي حاجه اللي تقدر تقتل لينا الوليدات وعاد تيقول لك واش صورتي. يلا نستمروا مع الرئيس ديال جماعه صمقط ب اقليم بني ملال. سيد الرئيس. وي سي حسين. سيد الرئيس، مهم المشكل ديال المدرسه هذا صافي ما نتكلموش عليه لانه راه تحل،
راري. لا لا نزيد واحد الاضافه سيد. تفضل سيد. تفضل سيد الرئيس. الاضافه هو كما شكرتي سيد مدير الاكاديميه اللي قام بهذا العمل. نعم. هذا ديال نعم. ديال التريب ديال هذيك الحجره اللي كاين داخل المدرسه. نعم. هو اليوم كانت كما شرتي قبيله كانت اللجنه اللي كانت البارح غادي تجي لعندنا الجامعه بفضل مراسله ديالي ديال شي تقريبا هذه شي 15 يوم. جميل. دابا راه انت درتي مراسله السيد الرئيس. دابا جميل. وحددت لهم النهار فين يجيو عندي هو البارح هو الام. برافو عليك برافو عليك. المهم جرى اليوم راهم كاينين وراه انت الامر ديال السيد مدير الاكاديميه كيريبوا الصور وحنا ماشي المدرسه ديال اطروا هي اللي عندها المشكل. نعم. المشكل عندنا في ثلاثه المدارس عندنا في مجموعه المدارس ديال عين بوغاليه اللي حتى هي عندنا مشكل فيها نفس المشكلة عندنا حجرات تما وعندنا في مسعود الا دار هذا الخير هذا ريب هذاك انا كنشكره وكنحييه الا يريب هذيك الحجره داخل المدرسه ديال الروادي يقوم بنفس العمليه في المؤسسات الاخرى اي عين بوغاليا وايت مسعود ويفكنا من هذا المشكل لان هذا المشكل راه عندنا تقريبا ما يناهز دابا انا الولايه ديالي ديال 3 سنين هذه وانا ثلاثه الاجتماعات ولا اربعه الاجتماعات مع المصالح ديال التربيه الوطنيه وراه يلاه تلقى يلاه الحل بدا المهم البادره ديال 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 البادره ديال الحل راه بدات في ايت الروادي. ايت الروادي جميل وبرافو عليك سيد الرئيس مادام راسلتي من موقعك كمنتخب برافو عليك. اذا فوالا اذا حنا ما كناش عارفين بانك راسلتي لو كنا عارفين غادي نقولوها وحنا قلناها انت قلتيها السيد الرئيس مزيان. اذا راه كان مشكل كبير هذاك راه كان مشكل كبير مشكل كبير ودرنا من الوليدات ايوه ودرنا عليه تقريبا اكثر من ثلاثه الاجتماعات بحضور ديال تحت الوصايه ديال السلطه المحليه ديال الدائره. برافو عليك السيد الرئيس. السيد الرئيس حتى قاديد دابا وصلني في هذا ملي درت الفاصل وصلني بانه حتى الان راه تيسودي وديك الجعبه اللي تكلمت عليها ديال البير. لا جابا لا جابا استاذ جابا. نعم. هذا كومبان عادي راهم هما تقريبا هذه شهرين هذه راه تحت البومبا اومبان وجبدناها وفين ما عيطوا لنا على شي مشكل راه تيتواصلوا معايا الناس. لا سيد الرئيس انا ملي مشيت ديك الجعبه اللي تطلع الماء هذيك الجعبه من الحديد راه داير لها غير الجلد. اي راه وداروا لها وتخرج منها الفويت دابا قالوا لي راه تيسوديوها دابا. هما هو الاول السيد اللي جا باش يصوبها النهار الاول كان تيقول انني خاصو يجبد لنا البومبا ويخلينا واحد لومبان ديال واحد النهار ولا يومين كنا كنلقاو تنقلبوا على الحل اننا الحل اللي يكون بسيط هو ديال السدود. البارح ولا تقريبا البارح شافوا التقنيين واحد السيد اللي حريفي راه لقى الحل ديال السدود. مزيان ايوا مزيان. اذا هذا الفويت هو ما غاديش يبقى. لا ما غاديش يبقى مزيان. ما راه عندهم ماشي مزيان نبقاو مرتبطين دائما بالماء. قضيه لا بويسونس ديال الماء انا مشيت دخلت شي ديور الا حليتي جوج روبينيات واحد تقلال فيه الماء حتى تيكاد ينعدم اش ديروا في هذا المشكل ديال لا بويسونس ديال كاين هذاك المشكل مطروح في طرواري. نعم. هذاك المشكل هو المشكل من الاصل ديالو هو هذاك الخزان اللي كاين عندنا ديال الماء هو ما مرتفعش بحال مبني غير في واحد الكوديه ما جاش في العلو. ما جاش في العلو يعني حنا راه حنا كدابا راه برنجنا ليها بعدا السور الوقايه غادي تخدم دابا راه برمجناه في الفائض ديال هذه السنه في هذه الدوره ديال فيفري وهو كاين في برنامج العمل غادي تخدم هذه السنه السور ديال الوقايه وان شاء الله الرحمن الرحيم حنا كان غادي نبرمجوا لهم شاطو ضروري من شاطو لان الديور اللي الفوق من لاه ما كيوصلهمش الماء وراه السكان هاد الشكايه ديالهم راهم عارفين بلا راه فراسي وبين راه كان لان سي الحسين حنا جماعه اللي فقيره قرويه فقيره ماشي شي راه الفائض عندنا تقديري يناهز 19 مليون والحقيقي 40 مليون اشنو واش تبرمجوا اللي سميتو البرنامج العمل ولا تبرمجوا في مشاريع اللي بحالكم بحال الخزان ولا صحيح لا طريق. صحيح ولكن برنامج العمل دابا حنا عندنا 60 مليون بالحقيقي والوقت ولكن خاصك تقلب على وبرنامج العمل عندنا فيه 70 مليون خاصك تقلب على الفلوس السيد الرئيس وحنا تنقلبوا راه حنا راه مشاركه ديال الشركاء انت راك شديتي الجامعه وعارف شنو فيها
إيه إحنا هذه إكراهات. أنا تنقول لك الإكراهات ديال الجماعة وما هذا ما هذا ما كاين فيش أننا إحنا كنشوفوا مع الجهات الأخرى ديال داخلين في برامج مع الولاية مع الانديش مع الوكالة ديال تنفيذ المشاريع ديال الجهة يعني كاينين جهات اللي كنشتغلوا معها. الله يوفق. المهم هو انك خصك تقلب على الفلوس وصافي. ايوا والله حفظك. انت رئيس خديتي الجامعة عرفتي الإكراهات اللي فيها خصك تقلب على الفلوس. قول لي يا سيد الرئيس واحد دابا هو المشكل اذا انت غادي تبني اليوم شاطو ان شاء الله باش هذا المشكل ديال الماء ما يبقاش. لا لا ما نخليوش المشكل ديال الماء ان شاء الله. راه عارفين وما راه عارفين انا فاش دخلت رئيس راني بدلت حتى الجبل اللي كانت تصدي وكتعطيهم الماء اللي ما هوش راني بدلتها من الاساس ديالها. نعم انا واحد القضيه اللي غادي نقول هذه اول ولايه لي كسيد الرئيس. ايه اول ولايه. فداك الشيء علاش انا تنقول دائما ملي تيكون الرئيس اول ولايه لي وعنده الجماعه والدواوير غارقين في المشاكل فتنقول دائما لا تحملوه ما لا يستطيع لان هذه تتكون تراكمات ديال المجالس السابقه. ونزيد سي الحسين. نعم. دابا دوار اي ترواد راه بين الدواوير اللي استفدت من 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 البنيه التحتيه هي الاولى في الدواوير في الجامعه ديال سمقت. راه عندها الطريق عندها المدرسه عندها هذاك المركز هذاك. لا ديك الطريق ديك الطريق مكرفسه سيد الرئيس. اي وهي كاينين دواوير سي الحسين اللي ما عندهمش. ما عندهمش نتفق ولكن هذه ماشي غير حيت الاخرين ما عندهمش هذه تبقى مكرفسه. لا لا وحنا حنا راه رممناها باسميتو راه حنا طلبنا الناس ديال التجهيز راهم راه شتي راه كاينين شي بلايص مقادينهم التجهيز وكاينين شي بلايص مقادينها بالسيما قادوها الناس بالسيما كاينه هذيك الهبطه اللي في الهبطه راه مقادوها السكان بالسيما. متفق معك. ها نعم. يعني هذا الطريق راه هي الشريان وهي الرئيسيه اللي تدخل اي ترواضي خاصها تقام قاده. وحنا وجرينا معاهم راه هذيك القنطره راه 15 كيلومتر غادي تربط بين الطريق البروفانسيال الاقليميه 3200 اللي من الضفه الاخرى ديال الواد راه 15 كيلومتر مع الوكاله ديال تنفيذ المشاريع ديال الجهه راه برمجوا راه جا البيرو ديتيد راه دار الدراسه الطريق راه ان شاء الله الرحمن الرحيم راه ما غادي نبقوش معذورين تما في هذيك البلاصه ان شاء الله. الله يوفق. حتى هذه القضيه ديال الطريق اللي تبرمجات ديال 15 كيلومتر فراسي بانكم غادي تبداو فيها ان شاء الله. لا صافي راه داز ليتيد صافي كل شيء تنظن يمكن الى طلونسات. مزيان. اذا انت تتوعد الناس بان المشكل ديال الماء ما غاديش يبقى بالنسبه للناس اللي توصلوا للمقليل ولا ما كاينش ما غاديش يبقى هذا الماء هذا المشكل ديالنا ان شاء الله. كاين واحد المشكل بسيط السيد الرئيس ساهل اللي تحل في جدو جوج دقائق هو ذاك الكابل اللي شديت بيدي اللي غادي للبومبا ديال البير. ايه هذاك شديته بيدي وانت عارف راه الالكتريسيتي هذيك راه الموت هذيك كان. لا هذاك 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 الكابل دابا دابا بالنسبه للمصلحه ديال الضوء عندنا تريسيان كانت عنده بزاف ديال اللقاءات مع سميتو مع الناس ديال لوين. نعم. باش يساعدونا وخرجوا تما وكانوا اعوان السلطه على الشيخ خلال مقدم تما وحيدنا لان كان شي كان العجاج ولا شنو طيح شي شجره تما ونزل هذاك الكابل. حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذاك المشكل بسيط هذاك خرجوا ليه غير الاعوان ديالنا والتريسيان غادي نفكوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. صحيح بسيط جدا كابل انه يوقف لا بسيط الله يستر لا قدر الله يتقطع شي نهار يقتل شي واحد فينا نوليو. لا بسيط نفكوه ان شاء الله. وتنتمنى تحيدوا باسرع ما يمكن سيد الرئيس. واخا اذا هذا مشكل قضيه عرفت انا ما نقدرش نقول لك لاسينيسمو لان صعب جدا نهضروا على لاسينيسمو. انا ما عندناش وثائق ديال التعمير. صحيح هذا قرابين الواد وقرابين الواد ولاي حاجه قربنا لها تيوقفوا يوقفوا عنا. لا حنا عارفين بان لاسينيسمو خاصه في المجال القروي صعبه جدا صعيبه بزاف. ولكن هذا المشكل ديال عندهم الزناقي كل مسالك طرقيه زناقي راه ما لا اله الا الله اش غادي نقول لك راه مكرفسه راه خصك تدور بها في البوط راه مكرفسه بزاف. فانتوما ما تتفكروش مثلا انك البلاصه اللي دار فيها لوطو بلوك مثلا يدار البلاصه اللي تدوز فيها التراكس وعير تسرح بالتوفنه ولا شي حاجه تسرح مهم ما يبقاش ديك حفره هنا حجره طالعه من هنا هذاك والغيس ملي تتكون الشاره تما ما تدوش فيه. حنا بالنسبه لنا دابا كنشوفوا هذيك الطريق ان شاء الله هذيك 15 كيلومتر اللي غادي تجي لان كما قلت لك راه الجماعه بالنسبه
الامكانيات ديالها راه داك الشيء راه قليل يعني باش حنا نبرمجوا باش نصوبوا الزنقي، لان الا بديتي هذه الزنقه راه خصك تكمل كل شيء. وعلاش بديتي هذه الزنقه؟ ما كاينه اكراهات. ان شاء الله الرحمن الرحيم فاش تبدا لنا هذا الطريق ديال 15 كيلومتر غادي نحاولوا، لان حنا مبرمجين لهم شي شويه شي زناقي قلال، هذه راه كيعرفها الممثل ديالهم. في هذه السنه هذه عندنا في برنامج العمل رحنا غادي نقوموا بشي بركه ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نحاولوا غير على الاقل غير هذاك السونتر. جيت المسجد توا راه مكرفص نيت والسونتر كما قلتي. وحنا تنتمنوا ما امكن انكم ديروا مجهود والله الا تنتمنوا السيد الرئيس صادقين، لان التكرفيس حنا درنا تمايا وتكرفسنا، فكيفاش الناس اللي عايشين تما ليله نهار وسنين؟ تنتمنوا صادقين على الاقل واحد لوطو بلوك ولا شي حاجه تهرس الارض تقاد شويه على الاقل كاين ان شاء الله. يعني هذا الشيء مبرمج ديروا اللي بجاتكم. لا ان شاء الله هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا حاطينه وتنخمموا فيه، وغير الاكراهات وصافي الاكراهات ماديه بالدرجه الاولى. نعم عارف ماشي ما عارف اللي كاين راه اي طرواد يستحقوا كل خير. الناس اللي تما اللي الناس اللي دراوش الناس اللي بزاف كاين ميزات فيهم اللي ما ناس دراوش وناس الهشاشه والفقر والناس بغاو يعيشوا بغاو غير الضروريات اللي تكفل لهم الدستور صافي. ما باغين والو، باغين ما بغاو مطار، ما بغاو محطه تران، ما بغاو فين يتمشاو، بغاو الماء وبغاو الضو صافي. قول لي يا سيد الرئيس بالنسبه للكليغاج بيبليك، انا هضرت شفت الكليغاج بيبليك في المستوى صراحه مزيان في الزناقي والفرق ما بين بوطو بوطو، ولكن واحد المناطق اللي في اطار التوسعه عندهم ناقصين البولات. اي راه سمعتها البارح، انا بدا البرنامج ما كانش في راسي، ما سمعتها في اخر المطاف تقريبا حتى شي ربع ساعه الاخرى هذا فتحت الراديو عيطنا لك وسمعت السيد اللي هضر على الكليغاج. اللي هضر على الكليغاج انا كنظن الكليراج راه في فايت الرواطي راه ممتاز، راه ماشي لا انا قلتها بارابور المناطق الاخرى راه لا انا قلتها شفتو وقلت لك جيد مزيان. وي غنكمل. وبالنسبه للكليراج ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان كاين عندنا واحد البرنامج ديال التوسعه تما، كاينين شي دي فوايي اللي وصلتهم دابا التوسعه، راه غير كملنا الشركه ان شاء الله الرحمن الرحيم نعرفوا اشنو هي دارت. واللي خاصه راه هما راهم عارفين هذه المساله، اي مواطن خاصه بولا ولا عنده الظلمه ولا راه لاج عند الممثل ديالو ولا جا للجماعه، راه حنا كنتفاعلوا معاه بايجابيه، راه ما كان حتى واحد ما كنقولوا ليه لا. واخا قول لي يا سيد الرئيس، الشيء المقزز في ايت الرواضي هو هذاك الماء ديال المياه العادمه ديال الكوزينه والتصبان اللي تتخرج وتتجمع في بيرك صغيره وتتعطي رائحه كريهه وشتها، واش هذا ما تقدروش ديروا ليه شي حل مؤقت؟ ما الحل اللي كيبان لينا دابا هو الحل، هو اننا نديروا واحد نديروا قنوات ديال هذاك ديال الصرف يكونوا بالبيطون ويمشيوا كبارات، وعاد يمشيوا في سميتو غادي يمشيوا في الزناقي اللي رئيسيه. هو اللي هذا هو الحل اللي بوسيبل نديروه، لان دابا عندنا الشبكه ديال الماء وعندنا كيما شتي راه الزناقي كيفاش دايرين، عندنا شويه ديال عندنا كاين شويه اشكال تقني. المهم راه تنحاولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذا 2019 غادي نصوبوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذوك القنوات ديال صرف المياه العادمه، غادي نقدوا نديروا الزناقي هما اللي غادي نقدوا ندوزوا هذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم. واضح. مشكل ديال ترونسبور، تكلموا الناس على الترونسبور، هو انهم داروا شراكه مع القصيبه باش انه يولي يجي ترونسبور يدي الوليدات حتى الشعيبات ولا ديك المنطقه معقاش اللي تيمشيو ليها ايت شعيب تيمشيو لايت شعيب الفاد فين كاين الاعداديه. هي فوالا تيمشيو لايت شعيب في الكوليج. واش نتوما كجامعه ما قدرتوش ديروا ترونسبور سكولار؟ الو سيد الرئيس. وي الو سير حسن تنسمعك. واش نتوما كجامعه ما قدرتوش ديروا ترونسبور سكولير؟ لا نعم. لا نوضح في الموضوع. بالنسبه للترونسبور حنا درنا اتفاقيه مع الجمعيه ديال الاباء واولياء التلاميذ. الو كتسمع؟ تنسمع مع الجمعيه ديال الاباء واولياء التلاميذ ديال الاعداديه ديالنا ديال السمقتيه باش عطيناهم واحد شويه ديال الدعم. هو قليل على قليل غير باش يعاونوا هذوك الوليدات على هذاك الترونسبور اللي دخل ديال القصيبه، غير بالله ما تجينا يجيونا جوج الحافلات. حنا مبرمجين دابا عندنا جوج الحافلات
درنا اتفاقية شراكة. اشنو كان تنقصنا؟ كان تنقصنا واحد الاطار قانوني هو داك البروغرام ديال الانداش البروغرام دومبلوا ديال دوك الفلوس ديال الانداش. صادق عليه المجلس في هاد الدورة الحالية ديال 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 6 فيفري راحنا ان شاء الله راه المصادقة ديال السيد الوالي راه الحافلة هما كيعرفوا بلا الحافلة راه غادي تكون عندهم وحدة غادي تكون عندهم ديسبونيبل ان شاء الله من هنا لشهر تكون عندهم ديسبونيبل الحافلة. عندنا جوج الحافلة عندنا ثلاث الحافلات وحدة خدامة كتربط بين المركز ديال الجماعة وفرتاحة وتادلة على حسب الوليدات اللي لأن عندنا إشكال في هذيك ديال الإعدادية وحافلة راه غادي تجي لعندهم اللي غادي تشد لالين ديال ايت مسعود ايت الثلث ايت الروادي تدي لسميتو وحده غادي دار من الضفه الاخرى عندنا ثلاث الحافلات. نعم مزيان. اذا تقريبا من هنا لشهر هذا المشكل تاهو غادي شهر ان شاء الله الرحمن الرحيم المشكل ديال الحافله فاضي. واخا لومبيلونس السيد الرئيس اييه موجوده كاينه اللي عايش لومبيلونس ديال لومبيلونس موجوده ديال الانديهاش عندنا جوج ثلاثه لي زومبيلونس بشراكه مع الانديهاش موجودين كيخط يديو وحده متنقله كيديو الطبيبه كل سيمانه كتخرج عندها نقطه صحيه كتخرج ليها موجوده لومبيلونس غير لومبيلونس ديال النقل الجرحى ولا راه ما عندناش هذاك راه تدخل ديال الوقايه حنا عندنا لومبيلونس ديال نقل الاموات وعندها الرسم ديالها اللي غلط هو الناس انهم كيبغيو لومبيلونس تجي تاخذ وتديه وما عندي قرار جبائي ديال 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 الاداء واش اللي طلبها ليا وفاش نقول ليه راه خاصك تخلص ويمشي ويقول لك لا لومبيلونس ما كتخدمناش. هو القرار الجبائي ديال الكاربيرون كاين نتفق على انه كاين شحال داير انت السيد الرئيس في الكاربيرون في الكاربيرون في الارتيكل ديال اللي بغيت نقل ديال لي فيك لا كنديرو حنا كتحسب بسميتو ب 50 درهم الا بغيتي تخرج على 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 الاقليم 50 درهم هذا واجب وكتحسب جوج دراهم ونص لكل كيلومتر جوج دراهم ونص لكل كيلومتر تيكون فيها الفاكتور تيكون فيها الروسي هذا الامر هذا ماشي ضروري كياخذ كيخلص في القسم ديال الجبايات وياخذ الروسي بانه خلص كياخذ الريسي ديالو كلشي تيكون اوريد مزيان واضح ما تنظن يعني تقريبا هذا الشيء اللي كاين حنا تناخذوا بعين الاعتبار كثيرا بان هذه الولايه الاولى ديالك وثلاث سنين ثلاث سنين راه عندك تقريبا واحد العام ولا تقريبا اقل يلاه تجربه والمجلس وهذا وتعرف المعارضه والعقليه ديال هذا ولا يعني عندك واحد العمل كثير تعامل تسير صعيب دير فيها تراكمات ديال المجالس السابقه تحلها كامله حنا هذا تناخذوا بعين الاعتبار سيد الرئيس وهي سي الحسين بغيت واحد الاضافه بالنسبه للجماعه ديالنا الجماعه ديالنا راها بالنسبه للتغطيه ديال الشبكه ديال الماء الشبكه ديال الماء بعدا راه الوحيدين تقريبا اللي في الجماعات اللي مجاوره انا تنقول على ممكن على الصعيد الوطني اللي عندها مع تقريبا اللي هي اللي شاده الشبكه جمعيه قلالات هي اللي شاده الشبكه عندنا اكرهات في الماء والتغطيه ديال الماء على الصعيد على التراب ديال الجماعه راه كيوصل تقريبا 94 ولا اللي عندنا واحد الدوار الوحيد اللي ما عندوش الماء وهو جا في واحد المنطقه اللي ما فيهاش الفرشه المائيه والضوء راه توا راه واصل واحد 92 بالنسبه للتمدرس المؤسسات التعليميه راه تيغطيو التراب ديال الجماعه كله يعني كل دوار كاين دوار اللي فيه جوج المدارس يعني راه ماشي راه حنا ماشي يعني راه كاين واحد كاين عمل اللي قاموا به الناس اللي قبل منا ديال مجالس ومسؤولين وقبل منا وهذا هو الواقع الشبكه الطرقيه راه هي كتوصل تقريبا جل الدواوير الشبكه الطرقيه جل الدواوير كيوصلها الا واحد شويه راه ضروري راه مازال ما الطرقيه الشابله ما كايناش السيد الرئيس واحد النقطه قبل ما نختم معك القطاع الصحي غالبيه الناس اجتمعوا في تصريحاتهم ليا بان الدواء ما كاينش واجتمعوا كذلك الممرضه اللي كاينه تمايا في ذاك المستوصف الصحي ديال ايت الرواضي على انها
بنت نزيهة على أنها ممرضة خدامة، على أنها ممرضة دائما حاضرة، على أنها ممرضة تدير استقبال زوين ويرفعون لها القبعة، ونحن بدورنا نرفع لها القبعة ونتنحيوها من هذا المنبر الممرضة اللي كاينة في المستوصف ديال الأيتر الرواضي على المسؤولية والجدية ديالها. ولكن كل مشكل ديال الدواء أنتم ما درتوا شي مراسلات كمشرف رئيس الجامعة؟ لا، احنا دابا بالنسبة للمركز الصحي راه حدانا في يعني الطبيبة رئيسة المركز راه حدانا في الجامعة، حنا اللي كنجيبوا الدواء الكوسيون ديالهم الكوطه ديالهم اللي كيجيبوا راه حنا اللي كنجيبوها لهم من بني ملال. يعني راه هذاك الشيء اللي كاين، لان راه حتى المركز دوار عليه الضغط، راه ماشي رائد الرواضي راه غير نقطه، راه المركز والوحدة الطبية المتنقلة راه كتخرج كل سيمانه، راه كتخرج الدواوير اللي ما عندهاش اللي الرواضي راه كتوصلها الكوطه ديالها الى سالتها الممرضه، راه عندها لوكور ديالها، يعني كاينه الطبيبه كاينه سميتو، يعني ما الدواء راه الدواء حنا هذيك لابار ديالنا اللي كتجينا في الميزانيه راه حنا كنخلصوها عليهم، يعني مره طالعه مره هابطه يعني وهذا مشكل على مستوى وقيلة تنظن المستوى المركزي الوزارة، على المستوى المركزي راه ماشي راه ما يمكنش انا كرئيس غادي نحل لي طرواد راه خاصهم الدواء، راه الكوطة ديالهم كتوصلهم ولكن قليلة ولا كثيرة راه هذاك الشيء اللي كاين، راه خاص راه حنا ماشي انا اللي غادي نحدد. واخا السيد الرئيس هذا مشكل كبير، وتنتمنى من الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار، لأن الولوج إلى العلاجات يضمنها الدواء توفر الوداء، والولوج إلى العلاجات حق دستوري. هذه رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير. إذن سيد الرئيس شكرا جزيلا لك وتبارك الله عليك، وباقي غادي نرجعوا ونشوفوا الأمور كي غداه إن شاء الله. مرحبا، تحياتي وعلمونا نكونوا بعدا في الاستقبال ديالكم، علمونا إن شاء الله. شكرا الله شكرا سيد الرئيس، تبارك الله عليك. إذن رئيس جامعة سمقط بإقليم بني ملال، كما قلت بأنه عنده 3 سنين في الولاية أو الولاية ليه، ما نحملوش كل ما كين الاشتغال كين، نقولوا لي الله يعاون نعاونوه وندفعوا به وزيد، وعند الامتحان يعز المرأوي وهنا سالي الولاية ديالو غادي نشوفوا الحصيلة. وإحنا دابا احنا معاه اللي كاين في إيتر الرواضي راه غادي نقولوا السيد خدام خدام، ما خدامش انتهى الكلام. يلا نعاود نذكر بأن الحجره الدراسيه هو قالها الرئيس راه بداو تريبوها دابا، سمعوا لينا الحمد لله راه بداو، وهو دار مراسله برافو عليه. بقاو نفس المشكل في دواوير اخرى، تنتمنوا ان المسؤولين المحليين على التعليم يمشيو ويعيطوا الرئيس ديال سمقط ويقولوا لي فين كاين هذا الشيء ويمشيو ويريبوا، لان هذه سلامه الناس وارواح الوليدات لا نقعش. يلا السلام عليكم، شكرا للمهدي اللي كان معايا في الاخراج، شكرا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء غدا ان شاء الله، الى اللقاء.